السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أتمنى تكونوا بخير يا رب. إن شاء الله رامين كورس جديد الجافا زي ما اتفقنا هنمشي بسيكونس معين، هناخد لغة برمجة وبعد كده هنبدأ نشتغل على الالجوريزم والداتا ستراكشر، وبعد كده إن شاء الله رب العالمين هيبقى في ديزاين باترن، بعد كده هيبقى في بروبلم سولفينج، وبعد كده هنختم خالص بالسوفت وير انجينيرنج. وزي ما قلت قبل كده الموضوع دوت ليه؟ الموضوع دوت عشان أنا عايز أنت بشكل خاص تبقى من الأساس الصح، يبقى عندك أساس سليم. فهكرر تاني وأقول يا ريت محدش يستعجل، يا ريت محدش يقول أنا عايز أتخصص، أنا عايز أذاكر دلوقتي مثلا ويب، ولا عايز أذاكر موبايل أبلكيشن، أو عايز أعمل حاجة معينة. ده مش وقته. لازم يبقى ليك أساس صح، لازم تكون عارف يعني إيه برمجة كويس جدا، لازم تكون عارف كل الكونسبت اللي ليها علاقة بالكمبيوتر ساينس بشكل عام. وده إن شاء الله رب العالمين اللي هنعمله في خلال الكورس بتاع الجافا الأول، وبعد كده هنكمل ان شاء الله بما ونشوف الموضوع هيمشي ازاي. طيب انا كان سهل عليا جدا 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 ان انا اعمل رايت كليك كده واقوم اعمل نيو ومعك، وبعد كده اقوم جايب مثلا باوربوينت واقعد اعمل برزنتيشن واقعد احط فيها شويه كلام واقعد اشرح منه الحاجات دي كلها. بس انا عارف ان البرزنتيشن ديت ناس هتطلبها وانا مجرد ما انزلها ما حدش هيبص في الكتاب تاني خالص. فانا مش عايز كده. انا الكورس ده الهدف الوحيد او الموضوع كله اللي عايز اعمله هدفه الوحيد اصلا ان لازم تتعود تقرا من كتب. لازم تتعود ان يبقى عندك ريفرنس خاص بيك كده من كتب على الاقل للحاجات الاساسيه او للكونسبت الاساسيه. بعد كده لما تيجي تذاكر تكنولوجي او حاجه متقدمه جدا مش هتلاقي لها كتب نزلت اصلا، لانها هتكون لسه نازله السوق، تمام؟ لكن الاساس لازم كتاب. طيب هل هتتعب؟ هتتعب. هل هتلاقي ان الموضوع فيه رخامه شويه وانك مش عارف تقرا شويه كلمات؟ هتلاقي كده. طب ده هيفضل كتير؟ مش هيفضل كتير ولا حاجه. اي حاجه في الدنيا بتبقى صعبه، وبعد كده مع التكرار ومع الشغل على نفسك كتير ومع التعب كل حاجه هتبقى سهله جدا جدا جدا. بس فانا كل اللي انا عايزه ان احنا باذن الله في خلال الشهرين الجايين دولت نبدا نشتغل في الكتاب ده كله، نخلصه ان شاء الله بعدين كله. مجرد ما انت خلصته بقى انت عندك كده بيزكس جافا محترمه جدا جدا جدا، تقدر تبني لاي تكنولوجي تانية تشتغل على الجافا او تشوف لغه برمجه تانية تذاكرها، هتذاكرها بمنتهى السهوله لان الكونسبت الرئيسيه بقت عندك. طيب ليه بقى اخترت الجافا؟ الجافا من ضمن اقوى البروجرامنج لانجويجز اللي موجوده حاليا وموجوده قبل كده وهتفضل موجوده قبل كده، تمام؟ فيها كل الكونسبت اللي انت ممكن محتاج تعرفها. يعني السي مثلا ممكن نذاكر السي، هتفهم برمجه كويس جدا، هتعمل حاجه كويس جدا، بس هيبقى ناقص لك حاجه اسمها او بي او اوبجكت اورينتد بروجرامنج، تمام؟ طيب هتاخد سي بلس بلس وهتشتغل سي بلس بلس. السي بلس بلس قويه جدا جدا جدا، وممكن تقول ان هي فيها حاجات اقوى من الجافا، فيها حاجات الجافا اقوى منها فيها، ولكن السي بلس بلس في الاخر بتبقى كبروجرامنج لانجوج فيها كل الفيتشرز اللي انت محتاجها برضه. بس السي بلس بلس مشكلتها ان هي برضه الى حد ما تقيله، فاحنا مش عايزين الناس تتعقد من الاول، او مش عايزين الناس تبدا تتوه وان هي تكتب بوينترز او ان هي تعمل حاجات كده صعبه، دي مش موجوده في الجافا. فالجافا الميزه اللي فيها ان هي بتسهل الموضوع، او هي لما جت هي كانت جايه اصلا عشان تسهل البروجرام بشكل كبير جدا. يعني احنا طول ما احنا ماشيين في الكورس هقول لك ده في السي كنت بتعمله بكذا، وفي السي وفي الجافا والسي بلس بلس كان بكذا مثلا، وفي الجافا بالكلمتين دول بس، فتلاقي ان الموضوع عندك بقى سهل جدا جدا. فالجافا مميزاتها عظيمه جدا، قوه البرمجه فيها قويه جدا جدا. لما انت تكون متاسس جافا صح تقدر تخش في اي لغه برمجه تانية انت عايزها، ان شاء الله تذاكر 10 20 لغه برمجه تانية، بس انت عندك اساس بروجرامنج لانجويج صح. طيب هنمشي ازاي؟ هنمشي على الكتاب طبعا. ده شابتر انتروداكشن، انا عايز بس ادي انتروداكشن بسيطه جدا عن اللغه او احنا هنمشي ازاي فيها، لكن بعد كده ان شاء الله مش هيبقى قراءه من الكتاب. القراءه من الكتاب هنسيبها لك انت بقى، يعني القراءه من الكتاب هتبقى ليك انت. انت المفروض تقرا الريفرنس تاني، تبدا تكتب كودك، تبدا تعمل مسائل، تبدا تشوف كل الحاجات مع نفسك، شوف انت هتمشي ازاي. المهم مرجعك الرئيسي يبقى الكتاب ده. لكن هنا للناس اللي بادئه من الصفر خالص، او للناس اللي ما عندهاش اي باك جراوند عن اي حاجه، انا الفيديو ده برضه هيبقى مخصص لهم اكتر. يعني هنتكلم يعني ايه جافا، هنتكلم يعني ايه او او بي، هنتكلم يعني ايه اصلا مراحل الرننج تايم بتاعت الجافا ازاي، الحاجات اللي انت عارفها دي في الاساسيات بس. فهنبدا باذن الله. طيب اول حاجه طبعا عشان تكون عارف ان جافا متقسمه لثلاث انواع، او مش ثلاث انواع، 3 فيرجنز بشكل او باخر. يعني طب يعني ايه 3 فيرجنز؟
الجافا في منها حاجة اسمها جافا ستاندرد اديشن وجافا انتربرايز اديشن والجافا مايكرو اديشن. في مش هتلجأ لها كتير، ولكن اهم اتنين عندي هما الجافا ستاندرد اديشن والجافا انتربرايز اديشن. ودي الحقيقة كنت عايز اطول فيها شوية. يعني ايه جافا ستاندرد اديشن؟ يعني كور جافا، يعني الجافا الاساسية، الكور بروجرامينج لانجويج بتاع الجافا هو الجافا ستاندرد اديشن. مش معنى ان هي كلمه ستاندرد اديشن دي معناها ان هي الجافا القليله بقى، والجافا انتربرايز اديشن هي الحاجه الاعلى او الحاجه بتاعت الشركات او الكلام ده كله، عشان ده ناس كتير جدا فاهم الموضوع ده. الجافا ستاندرد اديشن هي الجافا نفسها، هي لغه البرمجه نفسها، هي اللايبريز اللي انت بتستخدمها، هي الحاجات اللي انت بتشتغل بيها. الجافا انتربرايز اديشن هي حاجه اكبر شويه، ولكن الاساس بتاعها هي الجافا الاس اي. فانت ما تقولش انا عايز اذاكر جافا انتربرايز اديشن من غير ما تكون انت ظابط كويس جدا الجافا الاس اي. فهي دي هو دي الاساس عندي. طب الجافا اس اي متخصصه في ايه؟ متخصصه اكتر في الديسكتوب ابلكيشنز. ده كان زمان، لان دلوقتي برضو الجافا اي بتستخدم في انك تعمل ديسكتوب ابلكيشنز، بس احنا هنتكلم في التاريخ اكتر. مثلا في الجافا شكله كان عامل ازاي؟ فهي الجافا هي لغه بتستخدم لبناء ديسكتوب ابلكيشنز، بتستخدم لبناء ويب ابلكيشنز، بتستخدم لبناء اي حاجه انت ممكن تتخيلها ليها علاقه بالكمبيوتر اصلا. الجافا داخله فيها نتورك ابلكيشنز، كل اللي انت ممكن تحطه في دماغك ممكن تلاقي فيه شغل جافا. مش عايز اقول اسامي كبيره او حاجات كبيره، لان انا دايما هراعي ان الناس اللي بتتفرج ناس بادئه من الصفر، او ناس بادئه من تحت الصفر. طيب يبقى الجافا ستاندرد اديشن عندي هي ايه؟ هي الجافا نفسها، تمام؟ طيب ستاندرد اديشن يعني الاصدار الستاندرد او الاصدار الرئيسي بتاع الجافا. طب كان في منه اصدارات؟ اه كان في منه اصدارات. من اول ما الجافا طلعت خالص من زمان جدا، من اول ما قالوا يا جافا اصلا، كان في اصدارات من اول فيرجن 1 1.2 112 مثلا لحد فيرجن 7. فيرجن 7 كان لحد 2013، شوية تاريخ بس عشان تبقى انت عارف الدنيا ماشية ازاي كده. من اول 2014 كان ظهور الفيرجن 8 او جافا ستاندرد اديشن 8، وده كان فيه ابديتس كتيرة جدا 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 هنقولهم بإذن الله طول ما احنا ماشيين يعني. ولكن احنا هنشتغل بشكل كبير، او احنا لما نيجي نكتب كودنج ان شاء الله ربنا هنشتغل بالجافا 8، بغض النظر ان في اخر السنة اللي فاتت 2017 ظهر جافا 9، وفي اول 2018 ظهر جافا 10، وكمان شهرين هيظهر جافا 11. فهي الجافا دلوقتي بقت داخله في قصه تانية خالص، ان الفيرجنز بقت احدث بكتير جدا، او بتصدر بشكل اسرع بكتير جدا من زمان. يعني كان زمان كل سنين كتير يطلع فيرجن جديد او يطلع فيتشرز جديده. بس احنا هنمشي على الستاندرد، هنمشي على الحاجات الاساسيه، الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نبقى فاهمين جافا صح. بعد كده الفيتشرز زياده هتفهمها انت واحنا ماشيين مع بعض يعني. طيب الجافا الانتربرايز اديشن دي حاجة مبنية على الجافا اس اي زي ما قلنا من الأول. بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في صنع الابلكيشنز للشركات الكبيرة او الابلكيشنز الكبيرة، زي مثلا هو ابلكيشن كبير جدا محتاج فيتشرز كتيرة او محتاج حاجات كتيرة. كان زمان حتى بيعملوا الحاجات ديت من غير ما يكون في حاجة اسمها انتربرايز اديشن، كان الموضوع بيبقى صعب جدا. فدي مجرد ما طلعت سهلت بقى ان الشركات تعمل سيستمز ليها خاصة بيها، سيستمز تكون شاملة كل الشركة بكل الموديولز اللي فيها، بكل الحاجات اللي ممكن تتخيلها في شركه بتحطها في سيستم. فالموضوع كان محتاج حاجه تقيله او فريم ورك كبيره، فكان ظهور الجافا انتربرايز اديشن. طب احنا هنتعلمها مش هيبقى في الكورس ده، ان الكورس ده هيبقى مخصص اكتر للجافا اس اي او الكور بروجرامنج بالجافا. طب الجافا مايكرو اديشن زمان جدا بقى، لما انت كنت بتشوف الموبايل النوكيا اللي هو مش فاكر كان رقمه كام، بس اللي كان بيبقى عليه لعبه السنيك، كان بيبقى عليه الالعاب الصغيره دي كانت حاجات مصنوعه بالجافا مايكرو اديشن، كانت مخصصه اكتر لصناعه الـ يعني مش عارف اقول لك اول الحاجات دي اصلا ما عنديش مستخدمه اساسا، بس يعني ممكن تقول ان هي في الالعاب اللي كانت موجوده على الموبايل، في انك الامبيد سيستمز، الحاجات اللي فيها مايكرو شيبس او الحاجات اللي فيها ابلكيشنز شغاله من غير ما انت تشوفها، من غير جي يو اي، من غير يو اي، الحاجات اللي هي صغيره جدا يعني. فحتى الجافا مايكرو اديشن ما عادتش زي الاول، او ما عادتش موجوده في السوق زياده يعني. طيب الحاجات دي او الكتاب هنا، انا مصر ان انا اعدي على الشابتر الاولاني، عشان انا عايز اقول لك ازاي تقرا شابتر او ازاي تمسك كتاب. انا يهمني جدا جدا ان يتنمى عندك حته انك تقرا كتاب،
او انك تمسك كتاب من اول لاخر وتقراه، ساعتها فعلا هتبقى متميز في مجالك. يعني السلايدز او الفيديوز او الحاجات دي كلها، عمر انا الفيديو ده ما هتقول لك كل المعلومات الموجوده في الكتاب، عمري ما هقول لك الحاجات اللي بين السطور، احاول بقدر الامكان بس في نفس الوقت مش هقدر. فمحدش في الدنيا هيعرف يديك كل المعلومات، انت لازم تقرا بنفسك ولازم تشوف بنفسك، لازم تشوف من ويب سايت، لازم تشوف من حاجات كتير. فالكتاب ده هو اهم حاجه. انا هكرر الحكايه دي كتيره جدا طول الكورس، عشان لازم لو حاجه واحده استفدتها من الكورس ده او من ال3 شهور دولت، الفتره اللي هعمل فيها الشغل ده باذن الله، هي ان قرايه الكتب هي اهم حاجه عندي، او اهم حاجه انا عايزها اوصلها لك يعني. لان مجرد ما تتعادل على كتاب واحد بالنسبه لك هيبقى الموضوع كله سهل جدا، يعني هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بقى عادي بقى. تمام. طيب ده فرق من الهاردوير والسوفت وير. اكيد احنا مش واصلين للمرحله الصغيره دي جدا في الفهم، اكيد احنا عندنا باك جراوند محترمه جدا عن موضوع الهاردوير والسوفت وير، ايه الفرق ما بينهم، احنا في كليه بنشتغل بيه اكتر والحاجات دي كلها، فطبعا مش هضيع وقت في الحاجات دي. طيب ممكن مثلا نتكلم في حاجه معينه في الحاجات دي كده. مثلا يعني الجافا بيقول لك ان هي بتسبورت، او لا دي لسه هنجيلها قدام عشان ما ندخلش في الموضوع ده دلوقتي. طيب المورز لو طبعا ده كلام عبيط جدا، الحاجات الكمبيوترز اتقدمت بقد ايه او بتضبل قد ايه مثلا كل سنتين، القانون ده طبعا انت عارفه ده ما يخصناش في اي حاجه خالص. فحاجه شبه كده لو قابلتك مثلا انت ممكن تعديها، يعني ممكن ما تقراش حاجه شبه كده. فده السنس اللي انت بقى يعني هتنميه عندك طول ما انت بتقرا كتاب، طول ما انت بتقرا كتاب في حاجات فعلا ممكن انت ما تحتاجهاش، ممكن ما تستفدش بيها، فاهمني؟ فهي دي الفكره. فانت استحاله لما تيجي تقرا كتاب مثلا هتقرا ال 1245 صفحه كلهم، يعني مش ده مش منطق طبعا. هتلاقي في حاجات تعديه، هتلاقي في حاجات ممكن تبقى هري في النص ملوش لازمه، بس في نفس الوقت في حاجات كتيره جدا عمرك ما تلاقيها غير في الكتاب. فهو ده السنس اللي لازم يتنمى عندك يعني. طيب الكمبيوتر فيه ايه؟ الانبوت يونت والاوتبوت يونت والميموري يونت والحاجات دي كلها طبعا مش هنتكلم فيها يعني. ولكن دي مثلا حاجه زي الارثماتيك لوجيك يونت. فانت هنا وانت بتبص على الحاجات ديت انت ممكن تعدي بقى كل ده وما تاخدش بالك من الحاجات دي كلها، بس ده ما ينفعش. يعني الحاجات دي مثلا انت عارفها، اللي هي الانبوت يونت والاوتبوت يونت والماوس والكيبورد الكلام بتاع تانية ابتدائي، ده مش قصتنا. لكن حاجه زي الارثماتيك لوجيك يونت دي ممكن تقراها، لانك ممكن ما كنتش شفتها قبل كده، ممكن ما كنتش سمعتها قبل كده. السنتر بروسيسنج يونت ماشي، انت عارف السي بي يو، لكن انت مش عارف السكند ستورج يونت. يعني ايه ميموري سنويه او ذاكره تخزينيه سنويه او وحده تخزين سنويه، مش عارف. فممكن تقرا الكلام ده. فهي دي هو ده اللي بقى اللي انا عايز اوصله لك، هو ده اللي انت لازم تفهمه الفتره الجايه دي كلها او طول دراستك في الكليه، انك تشوف ايه اللي ممكن فعلا تقراها هيفيدك وايه الحاجات اللي ممكن تقراها وما تفيدكش. طبعا انت لما تشوف الفيديو دوت لازم تخلصه وتبدا تشوف او تبدا تقرا الشابتر ده تاني، تمام، او تبدا تشوف الموضوع هيمشي معاك ازاي. طيب الارثماتيك لوجيك يونت هي ايه؟ هي الوحده اللي مسؤوله عن معالجه كل الانستراكشنز او كل الاوامر اللي انت هتكتبها في البروجرام بتاعك. يعني ايه؟ يعني انت لو عملت سطر كود مثلا بيجمع رقمين، الوحدة المسؤولة أولا وأخيرا عن جمع الرقمين دولت هي الأرثماتيك لوجيك يونت. بدون دخول في تفاصيل بقى اللوجيك ديزاين، بدون دخول في التفاصيل دي كلها هتعرفها بإذن الله بالتفصيل الممل قدام، لكن لازم تكون فاهم الكونسبتس دي، لازم يكون عندك الحاجات ديت أنت فاهمها ومستوعبها كويس، بحيث لما تقرا بقى والحاجات دي تتذكر عندك وأنت بتقرا تبقى أنت فاهم هو الراجل رايح فين وبيتكلم في إيه. تمام. بلاش دايما تاخد الحاجات سطحيه، بلاش تتعود على سلايدز، بلاش تتعود على قرايه كلام ملخبط ما بين بعض شويه عناوين، ده غلط. طيب الديتا هيراركي دي بقى انا بعتبرها من اهم الحاجات اللي انا محتاجها منك تكون فاهمها كويس جداً, جدا 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 جدا، لان انا هتلاقيني طول الكورس بعمل ايه وانا بكتب كود مثلا كده، هقوم جاي فاتح البنت واقوم جاي راسم لك كده مربع كبير كده واقول لك ده اللي اسمه ميموري، ده اسمه ميموري مثلا، والله متقسم لادريسيز كده، وانا هخزن فاريبل هنا ولا هخزن كلاس هنا، وهنادي على الميثود وتروح لي هنا، والحاجات دي كلها انا هرسم كل حاجه بالميموري. فانت لو عندك موهبه الرسم يبقى دي حاجه هتفيدك جدا، انك هتبقى ماسك معايا ورقه وقلم
وكل حاجة هتشوفها لازم ترسمها ولازم تفهمها بدماغك. انت في الاول وفي الاخر بتتعامل مع ميموري، بتتعامل مع ذاكرة تخزينية للكمبيوتر. لو فهمت الكونسبت بتاعها صح، ولو فهمت الحاجات بتتخزن جواها ازاي، ولو فهمت اي سطر كود لما بيتكتب بيتنفس جواها ازاي، هتلاقي الموضوع بالنسبة لك بقى اسهل مما تتخيل. انت فاهم الاساس، فهتعرف تبني صح، هتعرف تكتب كود صح، هتعرف امتى تحط السطر ده هنا وامتى ما تحطوش وهكذا. فلازم تكون عارف الميموري متقسمه ازاي، او لازم تكون عارف احنا ماشيين فيها ازاي اصلا. طيب الميموري اللي سمولست يونت فيها هي البيت، والبيت اللي هو يعتبر ايه؟ اللي هو يعتبر 1 بايت. ال 1 بايت عندي هو فيه 8 بت، مش كده؟ كلام بسيط جدا يعني، احنا عارفين طبعا دي لو قسمتها كده 8، طبعا ده مش عارف بيت رقم 0، بيت رقم 1، لحد مثلا بيت رقم 7. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ال 1 بايت. يبقى البيت هو اصغر وحده تخزينيه فين؟ في الكمبيوتر. دي حاجه انت عارفها. طب الكاركتر، دي بقى الحاجات اللي هنبدا نشتغل بيها في الجافا. الكاركتر هو ايه؟ الكاركتر هو مجموعه الحروف اللي متجمعين جنب بعض، كاركترز يعني، شويه شويه حروف، شويه ليترز، شويه شويه مثلا من A ل Z، من 0 لحد 9. سبيشال سيمبلز اللي هي الات والدولار ساين والامبرسنت والحاجات دي كلها، دي كلها كاركترز، تمام كده؟ لازم تكون فاهم الداتا هيراركي دي كويس جدا، لان الحاجات دي هيتبنى عليها قدام. ودي الحاجات اللي للاسف بتواجهك صعوبه في انك تفهمها بعد كده لما تيجي تاخد حاجه متقدمه، او لما اجي مثلا في شابتر هنا كامل بيتكلم عن السترينجز. مش عارف كان شابتر كام سترينجز، هنا اهو introduction to class object and strings، وفي شابتر كامل بيتكلم عن السترينجز برضه. ايوه السترينجز والكاركترز والريجولار اكسبريشن. الشابتر الكامل ده بيتكلم عن ادفانسد فيتشرز رهيبه جدا، وحاجات كويسه جدا جدا ومستخدمه في كل حاجه ممكن تتخيلها. فانت لو مش فاهم اصلا الداتا هيراركي ماشيه ازاي، او لو مش فاهم ايه الفرق بين السترينج والكاركترز، او مش فاهم ايه الفرق بين الحاجات دي كلها، عمرك ما هتفهم الشابتر التاني ده. فهي دي بقى المشكله، انك ما تبقاش عارف انت تبدا منين او تعمل ايه. وده باذن الله اللي هناكد عليه طول الفتره دي ان شاء الله رب العالمين. طيب الكاركتر زي ما اتفقنا هو مجموعه من الليترز، او مجموعه من الكاركترز اللي او من الديجيتس اللي متجمعه جنب بعضها بتكون لي كاركترز، تمام؟ طيب الفيلد يعني ايه فيلد؟ الفيلدز هي مجموعه الكاركترز اللي متكونه جنب بعض. يعني ايه؟ يعني كلام عبيط جدا مفيش في حاجه. يعني مثلا لو هنا كده اور مثلا ام مثلا اس امبرسنت ايا كان، ده كل واحد من دول كاركترز، صح كده؟ ده كاركتر وده كاركتر وده كاركتر. طيب كله على بعضه عباره عن ايه؟ عباره عن فيلد. يبقى الفيلد هو مجموعه الكاركترز اللي متجمعين مع بعض يعني. طيب الريكوردز هي مجموعه من الفيلدز، يعني ده كده مثلا زائد مثلا جافا. سوري من ان الخط زي الزفت، بس هحاول باذن الله اغير موضوع البينت ده عشان نكتب على حاجه اسرع بكده. طب ده كمان فيلد، يبقى فيلد وفيلد وفيلد كمان وفيلد كمان، ده اسمه ريكورد، تمام؟ طيب بعد كده ايه تاني غير الريكورد؟ مثلا الفايلز، اهي الفايلز مثلا ديت انت عارف ان هي بتتكون من مجموعه من الريكوردز، او عارف ان الفايلز اللاين فيها اسمه ريكورد. طب لما تيجي ناخد الشابتر بتاع الانبوت اوتبوت ستريمز، فين الفايل ستريمز والاوبجكت سيريالايزيشن اللي هو شابتر 15 ده، لما نيجي نشرحه بالتفصيل، لما اجي اقول لك والله انا عايزك تاخد لي الفايل ده وتقسم لي كل اللي فيه لاين باي لاين وتراي لاين باي لاين. طب لو انا قلت لك اقراهم لي ريكورد باي ريكورد، ولو قلت لك هات لي فيلد في كل لاين، او هات لي الفيلد رقم 5 او هات لي الفيلد رقم 6، مش عارف الحاجات دي كلها، انت مش فاهم. يعني انت مش فاهم يعني ايه ريكورد، مش فاهم يعني ايه فيلد. طب الفيلد ده بيتكون من ايه؟ طب لو قلت لك هات لي الكاركتر في الفيلد مش عارف التاني اللي في الريكورد الرابع، او قسم لي الفايل ده لكل ريكوردز، او قسمهم لي الفيلدز، تمام؟ فهي دي المشكله، انك ما بتبقاش فاهم الموضوع نفسه جاي منين، او مش فاهم الحاجات نفسها جايه منين. فلو الكلام ده بالنسبه لك هايف، لا مش هايف ولا حاجه، الحاجات دي هي المبني عليها كل حاجه قدام. لو بصيت على النت في بيبرز منشوره مثلا من اي تريبل اي، او من اشهر مجله كمبيوتر ساينس موجوده في العالم كله، المصطلحات اللي هتكون مكتوبه فيها المصطلحات اللي انت بتقراها هنا دلوقتي إيه؟ فمحدش يستهون بانك تبني نفسك صح. الاساسات او انك تاسس نفسك صح هي الحاجه الوحيده اللي هتقويك وتخليك تنقل لاي مجال انت عايزه بعد كده، تمام؟
يبقى الفايلز زي ما اتفقنا هي مجموعه من الريكوردز، مجموعه من المجموعه، والريكوردز مجموعه من الفيلدز. طب الداتابيز، اكيد بقى انت سمعت عن الداتابيز، هي مجموعه من الفايلز زي ما احنا متفقين طبعا. والفيلدز او الداتابيز هنتكلم عنها بالتفصيل، وهنتكلم الداتابيز نفسها هتشتغل ازاي في الجافا في الشابتر رقم اخر شابتر خالص، اللي هو اكسسنج داتابيز والجي دي بي سي، اللي هو جافا داتابيز كونكتيفيتي. هنفهم ازاي هنشتغل بالجي دي بي سي، وهنفهم ازاي هنقرا الداتابيز والحاجات دي كلها. طبعا انت لو لسه في سنه اولى ولسه بتشوف الفيديوز لاول مره، هيكون في مقدمه على داتابيز، وهنكون في مقدمه عن التيبلز والحاجات دي كلها. طبعا انت لو معدي او في سنه ثانيه او ثالثه او حاجه، انت طبعا فاهم الكونسبت دي كلها، وفاهم يعني الداتابيز، وفاهم يعني تيبلز والحاجات دي والكلام ده كله. طب البيج داتا ده يعتبر اكتر مصطلح مشهور او منتشر جدا الفتره ديت في المجال بتاعنا بشكل عام. البيج داتا هي الداتا اللي بقت عظيمه جدا، والداتا الكبيره جدا اللي بنحاول نعمل لها هاندلنج بشكل او باخر. يعني بيقول لك ان هي ممكن توصل مثلا ل 2.5 اكسا بايتس. الاكسا بايتس لو انت فاكر ترتيب الحاجات من اول الكيلو، وبعد كده الميجا، وبعد كده الجيجا، وبعد كده التيرا، وبعد كده مش عارف البيتا باين، وبعد كده الاكسا بايتس، هتلاقي ان هي مكونه من داتا رهيبه جدا جدا جدا. البيج داتا مجال عظيم جدا دلوقتي، موجود في المجال عظيم جدا، بيتكلموا فيه كتير جدا، والناس شغاله عليه كتير، بتحاول تطلع داتا، وبتحاول تطلع اناليسز من داتا كبيره جدا عندك، وبتشتغل عليها، بتعملها بروسيسنج، بتعملها بتطلع منها بيانات، تعملها اناليسز. فالموضوع طبعا كبير جدا. طب هل البيج داتا ممكن نقول ان هي مرتبطه بشكل او باخر بالجافا؟ طبعا في حاجات كتير جدا ممكن تشتغل عليها بيج داتا وانت شغال جافا، في لايبريز كتير جدا تعرف تشتغل عليها بالجافا على البيج داتا. فده كونسبت البيج داتا، هي البيانات او مجموعه بيانات رهيبه جدا 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 فوق ما انت ممكن تتخيل. يعني بتيجي منين؟ بتيجي من كتر تكرار ترانزاكشنز معينه. يعني لو انت في مطار مثلا، لو انا رحت المطار ده وقلت له عايز الرحلات اللي تمت من سنه 90 لحد سنه 2000 مثلا و18، انت متخيل في كام رحله تمت من سنه 90 لحد سنه 2018؟ متخيل في كام ترانزاكشن حصلت؟ متخيل في مثلا كام رحله طيران، وكام رحله صعود وهبوط حصلت؟ داتا رهيبه جدا جدا جدا. قيس على كده بقى مثلا عمليه ترانزاكشنز اللي حصلت على بنك مثلا برضو من سنه 2000 لحد سنه حتى 2005، بلاش يعني في 5 سنين في كام ترانزاكشن حصلت في البنك ده كله، في كام واحد سحب فلوس، في كام واحد حط فلوس، في كام واحد عمل ايداع، في مش عارف ايه. شوف بيانات رهيبه جدا. فده مصطلح البيج داتا، او من هنا بنطلع كلمه البيج داتا. يعني دي تقسيمه البيانات، او دي تقسيمه الحاجات دي. على فكره دي الحاجات اللي بتفرق معاك. يعني انا في انترفيوز كنت فيها كان الكلام ده بيتسال، اللي هي الحاجات دي، اللي هو ايه كل واحده بتساوي كام والحاجات دي كلها. فالموضوع ده ما تعدوش كده ببساطه. يعني لو انت قريته وفهمته، ده مش هياثر معاك والله، بالعكس هيزود قيمتك نفسها. طيب الماشين لانجوج والاسمبلي لانجوج والهاي ليفل لانجوجز، مش عارف انت عندك فكره عن ده ولا لا، بس هنقوله ببساطه جدا. يعني ايه ماشين لانجوج؟ يعني ايه اسمبلي لانجوج؟ يعني ايه هاي ليفل لانجوج؟ الماشين لانجوج هي اللي بدات من سنين كبيره جدا، او من سنين بعيده قوي. الماشين لانجوج هي اللانجوج اللي كانت بتشتغل على الماشين ليفل. يعني لو اعتبرنا ان ده كده ماشين ليفل، فانا بكتب بلغه بيفهمها الماشين ليفل ده على طول. يعني بكتب بلغه تشتغل على البايت ده، او تشتغل على البيتس دي، او اقدر اغير في كل بيت نفسها زي ما انا عايز بالظبط. فدي الماشين لانجوج. طبعا الموضوع كان عظيم جدا، ما كانش في حد بيعرف يعمل حاجه شبه كده. ظهرت بعد كده حاجه اسمها الاسمبلي لانجوجز. الاسمبلي لانجوج هي اللانجوج اللي ممكن تقول فيها شويه انجلش ووردز مثلا، زي لغه الاسمبلر او الحاجات دي كلها، الاسمبلي بشكل عام. يعني فلغه الاسمبلي هي ليفل جاء فوق الليفل ده، ممكن هنا مثلا نسميها اسمبلي مثلا. يعني هنا كده مثلا كانت الاسمبلي. سوري لو الموضوع رخم شويه في القرايه او حاجه، لو دي كانت مثلا اسمها كده اسمبلي لانجوج، فدي مثلا ليفل اعلى من ليفل اللانجوج دي اللي بتشتغل على الماشين نفسها. دي الاسمبلي، دي فيها شويه كودينج، شويه او شويه زي ما تقول مثلا كلام انجلش بتكتبه، زي كلمه مثلا اف، او زي كلمه مثلا فار او فاريبل او حاجات معينه. فالاسمبلي لانجوج جت تسهل الموضوع بشكل كبير شويه. بعد كده بقى الهاي ليفل لانجوج اللي هي بقى السي والسي بلس بلس والجافا والحاجات دي، الكلام ده كله طبعا انت عارفه او انت سمعت عنه قبل كده، ده مش محتاج ان احنا نهري فيه كتير. طبعا الحاجات دي كلها قال لك كل ما زادت
السهولة في الكتابة، وكل ما زاد الإنجليش في لغة البرمجة كل ما كانت البرمجة هاي ليفل لانجوج، أو كل ما كانت البرمجة في ليفل أعلى، أو تعرف تتعامل أكتر مع مع اليوزر يعني، كل ما كانت يوزر فريندلي أكتر أو بتشتغل أكتر مع اليوزر. بس خد بالك من كونسبت مهم جدا جدا جدا، إن كل ما ظهرت أو كل ما كانت اللانجوج عالية كل ما كانت أبطأ في التعامل مع الماشين. يعني يعني مثلا الأسمبلي، هل لو أنا أقدر أكتب كود أسمبلي أكتبه بأسمبلي ولا أكتبه بهاي ليفل لانجوج؟ لا اكتبه اسمبل، لانه هيشتغل اسرع بكتير جدا، هيبقى صعب بالنسبه لك كيوزر انك تشتغل معاه، بس هيبقى سهل جدا المشين. فهنا بيحصل يعني زي ما تقول كده تريد اوف، او بيحصل تفضيل، تفضيل عن تفضيل لحاجه معينه. فمش معنى ان انا استغنيت عن الاسمبل لانجويجز بشكل كبير واشتغلت هاي ليفل لانجويج على طول ان انا ممكن ما احتاجش او اشتغل بيه تاني. انت في الكليه هتاخد ماده تشتغل باسمبلي، وهتعرف هتعرف ان الله حق يساعدك. يعني الموضوع ما بقاش سهل فيها خالص يعني. طيب طبعا احنا لما ظهرت الهاي ليفل لانجويجز ظهر كونسبت حاجه اسمها الكومبايلر، وده هنعرفه بالتفصيل يومين، لان في حاجه مهمه جدا لازم نكون عارفها في الجافا، الفرق ما بين الكومبايلرز والفرق ما بين الكومبايلرز في اللغات العاديه او في او في السي او سي بلس بلس، والفرق ما بين الكومبايلرز في الجافا يعني. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها الاوبجكت تكنولوجي او الاوبجكت اورينتد بروجرامنج بشكل عام، وهنعرف ان الجافا بتسبورت ثلاث انواع من البرمجه، ولازم تكون عارف كل نوع منهم عباره عن ايه. في نوع عندي اسمه بروسيجر لانجويجز، بروسيجر مثلا، وفي نوع مثلا برضو اسمه الاوبجكت اورينتد بروجرامنج اللي هو بي، وفي نوع برضه تاني اسمه الفانكشنال بروجرامنج، وده هنتكلم عنه بالتفصيل يوم، ان دي حاجه مهمه جدا لازم تكون عارفها. طب البروسيجر بروجرامنج عباره عن ايه؟ البروسيجر هو الكود العادي جدا اللي هو يعتبر لاين باي لاين، انت بتقرا الكود ورا بعض يعني، بتكتب سطر ورا سطر ورا سطر ورا سطر عشان في الاخر تطلع الكود يرن او يعمل حاجه معينه. الاو بي هنتكلم عنها بالتفصيل، هنعرف يعني ايه او بي وهنعرف بتشتغل ازاي والحاجات دي كلها. طب الفانكشنال بروجرامنج، لا دي قصه بقى طويله جدا، هنروح لها في شابتر كامل لوحده. هيبقى اسمه الستريمنج والفانكشن بروجرامنج، مش عارف شابتر كام بالظبط، بس هو ليها شابتر كامل في الموضوع ده يعني، بنتكلم عن الموضوع ده فايلز والستريمز. هيبقى هنا في الستريمز اللي هو شابتر 15 برضه، هنتكلم عن الفانكشن بروجرامنج وهنشوف الموضوع بالظبط هيبقى فيها ازاي، هنشوف القوه اللي فيها والحاجات دي كلها. ولما تفهم كونسبت فانكشن بروجرامنج هتشتغل كويس جدا بعد كده، لو اشتغلت في اي فريم ورك كبيره او اشتغلت في اي حاجه تانية. ما بحبش ان حد يكون شغال بحاجه ومش فاهم اساسها او مش فاهم معناها، ودي من ضمن الاسباب اللي خلتني اختار الجافا، ان الجافا فيها كل الكونسبت اللي هتحتاجها زي ما قلت في الاول. الميثودز والكلاسز طبعا عارفين يعني ايه ميثودز ويعني ايه كلاسز، هنتكلم في الحوار ده كتير جدا. طبعا ده كله ده ليه علاقه بال ال او بي بشكل كبير يعني. الكونسيبت ده مهم جدا يعني، الري يوزنج ده ده اصلا يعتبر الحاجه اللي هنشتغل عليها كلنا في الديزاين باترن وفي السوفت وير انجينيرنج بشكل كبير يعني. كلمه ري يوز يعني من اسمها حتى، الري يوز يعني ايه؟ يعني اعاده استخدام. وده كونسيبت لازم يتنمى عندك بشكل كبير بقى، انك الكود بتاعك وانت بتكتبه لازم يكون محطوط في بالك ان الكود ده هل ريوزابل كود ولا مش ريوزابل كود. يعني ايه ريوزابل كود ومش ريوزابل كود؟ يعني انت في الاول لو كنت بتاخد فانكشن، حد يديك تاسك ويقول لك اعمل لي الفانكشن ديت او مساله تحلها او تعمل اي شغل او تعمل اي برنامج او اي حاجه في الدنيا، بتخلص البرنامج وتشغله ورن ويعمل كل حاجه، بس مفيش حد في الدنيا يعرف ياخد الكود بتاعك ده ويشغله على حاجه ثانيه او ينفع يحطه في برنامج ثاني فيشتغل، مفيش حاجه اسمها كده مش كده؟ لكن في حاجه اسمها ان في الجافا مثلا، تعال بقى نفتح كده الموضوع نفسه، في الجافا لما تيجي انت تعرف string مثلا او لما تيجي تعرف فايل جديد، تستخدم مثلا الانبوت اوت ستريم او اللايبراري اللي اسمها انبوت اوت ستريم والحاجات دي كلها، ما انت بتستخدم حاجات معموله قبل كده يعني. هنا كونسبت الريوزابيلتي او اعاده الاستخدام بيظهر بقى هنا كده، ان الجافا نفسها بشكل كبير هي مبنيه على كونسبت الريوز، او انك تستخدم حاجه اوريدي معموله قبل كده، ما تبنيش انت فروم سكراتش. تمام، هي دي الفكره، هبسطها لك جدا. لو انت مثلا
في بروجكت شغالين فيه مع بعض وفي فانكشن محتاجه تتعمل، وليكن مثلا الفانكشن دي تجمع رقمين، حاجه بسيطه جدا جدا. طيب التيم ليدر عندك اداك الفانكشن اللي تجمع الرقمين دي، كويس. طيب انت لو ممبر تاني في التيم وهتشتغل وتعمل فانكشن بتاعتك في فانكشن تاني خالص، وليكن مثلا تطبع حاجه وتعمل تطبع مثلا رقمين او ايا كان، ولقيت انك وانت بتعمل الفانكشن التانية ديت محتاج فانكشن ان هي تجمع رقمين، طب بدل ما تعملها من جديد، طب ما هي معموله قبل كده. هو ده الكونسبت بالظبط بمنتهى البساطه، انك بتري يوز الكود اللي هو اوريدي معمول. ده كانت حاجات من كورس تاني مثلا، على مش لازم مش عايز حاجات، مش عايز حاجه تكون مفتوحه معينه. هنا مثلا كده في لما بتيجي تعمل اي حاجه، يعني لما بتيجي تستخدم، مش عارف فين المين فانكشن عندي، وين دي المين فانكشن. لما جيت انا عرفت مثلا string هنا، وجيت عرفت ايا كان اي حاجه، يعني مش تفرق معايا في حاجه، بلاش string، عشان string ده مثلا متعرف عن يعني string ده في حاجه تانية اسمها جافا دوت لانج، هنتكلم عنها برضو بعد كده. مثلا فايل مثلا فايل، لا سوري مش ده، امسح ده بقى خالص. الفايل مثلا من الجافا انبوت اوت ستريم، او الجافا انبوت اوت ستريم دوت فايل، اللي هو الكلاس فايل في الباكج اللي هي انبوت اوت ستريم، او في اللايبراري كامله اللي هي اسمها انبوت اوت ستريم. طيب اللايبراري انبوت اوت ستريم ديت لو انت دخلت فيها، او لو انت بصيت على الدوكيومنتيشن بتاع الجافا، وهنتكلم بالتفصيل الممل ازاي تشوف الدوكيومنتيشن الجافا وازاي تخلي نفسك فيه يعني استاذ وتعرف توصل للمعلومه اللي انت عايزها بالظبط، هتلاقي ان في كلاس كتيره جدا، والكلاسز ديت فيها فانكشنز عظيمه جدا جدا جدا، يعني فيها حاجات كتيره جدا ممكن انت تستخدمها بشكل كبير قوي قوي. يعني مش هنكتب حاجه دلوقتي مثلا، بس لو كنا مثلا قلنا اف دوت كده، شوف في كام فانكشن هنا، ممكن تكون مش فاهم حاجه، بس الفكره هنا شوف في كام حاجه مكتوبه قبل كده في الكلاس اللي اسمه فايل ده، شوف في كام حاجه مكتوبه. فهو ده كونسبت اليوزابيلتي، هو ده المفروض يبقى موجود عندك. فانت لما تيجي تحاول تكتب ابلكيشن جديد او ابلكيشن معين، اللي كان لسه فيه تاسك موجوده عندك ومفروض كنت اعملها، كان من ضمن ايفالويشن التاسك ديت ايه مدى الكود بتاعك ده ريوزابل بنسبه قد ايه، يعني هل ممكن الكود اللي انت كاتبه دوت يستخدم تاني في اي ابلكيشن تاني، ولا لا، ولو هيستخدم بنسبه قد ايه. فالكونسبت ده مهم جدا، لازم تكون انت فاهمه، لازم تكون انت عارفه. طيب يعني ايه انستنشيشن، او ازاي ان انا انيشيت اوبجكت، دي هنتكلم عنها بالتفصيل، هنعرفها بالتفصيل المهم، ودي حته مهمه جدا جدا. يعني انا طبعا بعدي بسرعه، بس المفروض انت تقرا الحاجات دي بالتفصيل تعرف الموضوع ده. الانكابسوليشن انفورميشن هايدنج دي برضه هنتكلم عنها في الاو بي، مش هنسبق الاحداث دلوقتي. اوبجكت اورينتد بروجرامنج برضه اليوم ال اوبريتنج سيستم، ده كلام المفروض انت تكون عارفه، بس يعني ان كيس انك مش عارف الموضوع دوت، اوبريتنج سيستمز الناس كلها طبعا موجوده او شغاله بالويندوز، وده كلوزد سورس اوبن سيستم او كلوزد سورس اوبريتنج سيستم، ده ما فيش حد يعرف يطلع على الكود بتاعه ويعرف يعدل فيه، كلام طبعا اللي انت كلنا عارفينه ده. طبعا ده زي الويندوز والماك او اس والحاجات دي كلها، ولكن في حاجه ثانيه، لينكس بكل بقى حاجاته زي الاوبنت وزي الفدورا وزي الحاجات دي كلها، دي كلها اوبن سورس تعرف تعدل عليها، وكلها حاجات فري تقدر تستخدمها. طبعا الويندوز احنا كنا سالين النسخ اللي عندنا ديت، لكن اللينكس ممكن تنزل النسخه فري موجوده في اي حاجه. وطبعا انا ناوي باذن الله ان يكون في كورس تاني بيتكلم عن الاوبن سيستم بشكل مفصل، يعني وازاي تستخدمها اصلا، وازاي تقدر تكمل في تراك الاو اس ده بشكل كبير. لكن انت ممكن تقرا عن الحاجات دي، يعني انت ممكن الحاجات دي لو مش هتفيدك كعلم فعلا، او مش هتعرف تشوف ايه مدى الافاده اللي فيها بالظبط، ممكن تشوفها او ممكن تقراها، ممكن تخلي المعلومات دي عندك. ده برضو الكونسبت اللي لازم تنميه عندك، حته انك ازاي تعرف تقرا كتاب. سوري بتكلم في المره دي. طبعا الاندرويد كلنا عارفينه، ده هو برينك سيستم مبني في الاساس على لينكس اصلا، يعني هو لينكس بيست او لينكس كيرنل اند يوز جافا، يوز جافا is based on Linux kernel، يعني مبني على لينكس اصلا. طبعا مين اللي عمله؟ هي جوجل هي المتبنياه،
انت ممكن تقرا الكلام ده مفيش مشكله طبعا. الاندرويد عارفين ان هو منتشر بشكل كبير جدا، طبعا الاندرويد بيستخدم جافا، دلوقتي بيستخدم كوتلين ما علينا، والكوتلين ممكن تبقى هي اللغه الرسميه بعد كده، لان في مشاكل ما بين جافا واوراكل، مش هدخلك في الموضوع ده كتير. سوري، ما بين اوراكل وجوجل على موضوع حقوق الملكيه بتاعت الجافا يعني. البروجرامنج لانجوج بقى، شوف بقى هنا في كام لغه برمجه، يعني انا كنت حابب اوصل كتير جدا للموضوع ده. في لغه برمجه مثلا اسمها فورشن، وفي الكوبل، وفي الباسكال، وفي الادا، وفي البيزك، وفي سي وسي بلس بلس، والاوبجكت سي والاوبجكتيف سي والفيجوال بيزك، وسي شارب، والبي اتش بي، والبيرل، والبايثون، والجافا سكريبت، وفي حاجات تانيه برضو مثلا روبي اون ريلز، وفي في حاجات كتير، في حاجات عميقه يعني. وفي ار، دي لغه برمجه ممكن ما تكون سمعت عنها قبل كده، دي بتستخدم في البيج داتا زي ما اتفقنا فوق، او زي ما اتكلمنا عنها فوق. طيب تصدق ما كتبش هنا جافا؟ سبحان الله ما كتبش جافا. طيب الفكره في ايه؟ الفكره انك لما بتتعلم لغه برمجه زي ما اتفقنا في الاول خالص، فيها كل الاساسيات اللي انت محتاجها، او كل الكونسبت الرئيسيه اللي انت محتاجها، او تعرف ازاي تكتب كود اصلا. كل اللي جاي ده بيبقى بالنسبه لك انك بتتعلم سينتاكس مش اكتر. وما اسهل السينتاكس، يعني انك تفهم سينتاكس جافا ده موضوع عبيط جدا، لكن انك تفهم جافا اصلا، لا هي دي بقى الفكره، وهو ده الموضوع. يعني اوبجكتيف سي ده بتستخدم في ايه مثلا؟ او ايه اكتر استخدام اوبجكتيف سي لو انت ما سمعتش عنها قبل كده؟ بتستخدم في الاي او اس موبايل ابلكيشنز، انك تبرمج موبايل او تبرمج ابلكيشنز زي الموبايلات بتاعت الاي او اس او الايفونز. تمام؟ طب الفيجوال سي شارب دي بقى قصه كبيره خالص، ممكن هنتكلم عنها. بس سي شارب اصلا مايكروسوفت بنتها لنفسها مبنيه في الاساس على الجافا وعلى السي بلس بلس. بيبقى فارق جدا انك تكون طالب كده عندك زي ما تقول معلومات كده في دماغك تخليك ثقيل، يعني تخليك لا انت بتتكلم وانت واثق ما بتفتيش، انت قاري الحاجات دي قبل كده وعارف كل حاجه بتتكلم عليه وبتستخدم في ايه. فاهمني؟ بس فممكن تقرا الحاجات دي برضه مفيش فيها مشكله خالص. الجافا بقى اللي هي اللغه اللي احنا هنتعلمها باذن الله، مش عارف احنا كنا هرينا كتير قوي في الحاجات اللي فوق ديت، وانا عارف ان في ناس كتير جدا هتنتقد الموضوع ده، بس انا برضه عايز اوصل حاجه وان شاء الله تكون وصلت. يعني الجافا بقى، يعني ده بقى تاريخ الجافا مش قصتنا خالص، بس دي حته مهمه جدا. الجافا كلاس لايبراريز، اللايبراريز اللي موجوده في الجافا اللي احنا هنستخدمها طول بقى شغلنا في الكورس، او طول شغلنا بقى واحنا شغالين في الكورس. بنسميها حاجه اسمها جافا اي بي ايز، او ابلكيشن بروجرامنج انترفيسز. ابلكيشن بروجرامنج انترفيسز يعني ايه اي بي اي؟ يعني ده كده الانبوت اوتبوت، بنسميه انبوت اوتبوت اي بي اي. يعني احنا بنستخدم الاي بي اي ده كله، الانبوت اوتبوت. الانبوت اوتبوت ده ما فيش فيه الفايل بس، يعني في كلاسز تانية كتيرة جدا، دي كلها كلاسز، هنعرف الحاجات دي بالتفصيل طبعا، بس دي كلها كلاسز، وكل كلاسز ليها الفانكشنز الخاصة بيها، وهنشوف الموضوع ده بالتفصيل. بس ده اسمه اي بي اي. طب ليه اسمه اي بي اي؟ لان في حاجات مكتوبة جاهز، وفي حاجات انا ممكن استخدمها جاهزة، فانا بديك اي بي اي تستخدمه وتشتغل عليه. هي دي الفكرة. فانت لما تبقى فاهم يعني ايه اي بي اي، وفاهم الكونسبت بتاعه، لما يجي حد يقول لك والله انا هشتغل بحاجه اسمها فاير بيس اي بي اي، هتقول له ايه الفاير بيس دي؟ هيقول لك الفاير بيس ده جوجل اي بي اي، جوجل عاملاه. تقول له طب تمام، ايه بقى يعني ايه اي بي اي ده اصلا؟ فهتفهم بقى ساعتها ان الاي بي اي دوت هو كونسبت مثلا جوجل عملته في الفاير بيس، بيديك فانكشنز معينه تستخدمها عشان تعرف تتواصل مع الفاير بيس ديت، مثلا عشان تشتغل كاندرويد ابلكيشن، تشتغل كاي ابلكيشن. يعني لا مش لازم تكون عارف يعني فاير بيس، بس انا ده اللي انا بحاول اوصله دايما، انك لازم تكون فاهم كونسبت اساسي، لازم تكون فاهم كونسبت اساسي، لازم تكون متاسس صح، لازم تكون فاهم معنى الكلام نفسه. طيب الجافا ديفلوبمنت بقى، دي بقى اهم حاجه بقى، دي ركز معايا جدا في الموضوع ده معلش، ان انا في 5 فيزز كده، او في 5 مراحل، ان انا ازاي ارن ابلكيشن، او ايه الميزه بقى الوحيده ما بين الجافا، ما بين السي، ما بين السي بلس بلس في الرننج تايم بتاعها نفسه يعني. طيب انت في العادي خالص لما كنت مثلا بتكتب برنامج مثلا بسي بلس بلس، تمام، وعملت له رن عادي جدا واشتغل كل حاجه، انتج لك برنامج دوت اي اكس اي فايل
صح كده؟ البرنامج ده بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الويندوز، ما هي دوت اكس اي فايل، فبيشتغل على الويندوز اوبريتنج سيستم بس، صح كده؟ طيب هل ينفع تاخد البرنامج ده تشغله على مثلا اي اوبريتنج سيستم تاني، تشغله مثلا على لينكس؟ استحاله، استحاله. ممكن لينكس تعملها بقصه تانيه، بس مش موضوعنا يعني. ولكن الفكره فين؟ الفكره انك مجرد ما بتعمل ران اند كومبايل للابلكيشن بتاعك او الكود بتاعك اللي انت بتكتبه، خلاص بينتج ملف بقى ما تعرفش تغير فيه، هو خلاص مش هيشتغل غير على الماشين اللي اتعمل ران وكومبايل عليها من الابلكيشن ده. هي دي الفكره. ولكن الجافا عكس كده خالص بقى. الجافا بتنتج لي حاجه اسمها بايت كود. ركز في الحاجات دي عشان الحاجات دي مهمه. بايت كود، هنعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. البايت كود ده بيجي من الجافا سورسز او الجافا كلاس سورسز. هنعرف طبعا الكلاس ده عباره عن ايه والحاجات دي كلها، بس انا يعني مثلا ممكن نسمي ده الكود، الكود نفسه بتاع الجافا اللي انت رنيته. بينتج حاجه اسمها البايت كود. البايت كود دوت عند مرحله معينه تعرف تعمل له ديستريبيوشن او تعرف تخليه رن على اي حاجه تانية انت عايزها، سواء بقى ويندوز او لينكس او اي او ماك او اس او اي حاجه. تعال نشوف المراحل دي بالتفصيل. مرحله انك بتعمل البرنامج نفسه، اللي هو مرحله انك بتكتب الكود اللي انت عايزه، صح كده؟ تكتبه بقى على اي حاجه، مش مشكلتنا يعني. تكتبه بقى على نت بينز، على اديتور، تكتبه على نوت باد وبترنها، مش مشكلتنا خالص دلوقتي، بس انت بتكتب كود، تمام؟ طيب المرحلة الثانية لما تعمل كومبايل للجافا بروجرام انتو بايت كود. بلاش ندخل في تفاصيل يعني ايه كومبايل، عشان ده مش قصتنا خالص دلوقتي، بس لما تيجي تدوس ران، بس لما يجي يعمل ران للموضوع، تمام، بيحول ايه؟ بيحول زي ما قلنا الكود بتاع الجافا للحاجه اللي اسمها البايت كود، تمام. طيب بيجي بقى هنا جزء لازم تكون عارفه، وهو الجافا فيرتشوال ماشين. يعني ايه جافا فيرتشوال ماشين؟ هي من اسمها يعني فيرتشوال ماشين، يعني فيرتشوال ماشين ترجمه، مش محتاجه حاجه يعني. الجافا فيرتشوال ماشين دي حاجه ضمن الجي دي كي بتاع الجافا نفسه. يعني هنا هتبدا الموضوع يرخم عليك شويه، ما تبقاش انت فاهم حاجه وبتكلم انا في ايه، بس هنشرح الموضوع بالتفصيل المبين. يعني ايه جي دي كي لاي حاجه في الدنيا؟ الجي دي كي الاول اختصاره جافا ديفلوبمنت كيت. كيت لو ترجمتها كده على جوجل ترانسليشن ترجمه حرفيه، هيطلع لك عباره عن زي صندوق كده. طب الجافا ديفلوبمنت كيت يعني صندوق التطوير بتاع الجافا، يعني لو اعتبرت ان ده كده الجافا ديفلوبمنت كيت. جواه ايه؟ جواه بقى كل اللايبريز بتاعت الجافا، زي بقى الانبوت اوت، بس الانبوت اوت مثلا زي مثلا مش عارف النتورك تدوت نتورك لايبراري، زي السترنج، مش عارف كل بقى الحاجات اللي ممكن تتخيلها في الجافا نفسها موجوده في الجافا ديفلوبمنت كده، ده اللايبريز بتاعته. طب موجود في ايه تاني؟ موجود حاجه اسمها جافا فيرتشوال ماشين، تمام. طب موجود في ايه تاني؟ موجود مثلا في حاجه اسمها ديباجر او الجافا ديباجر. ده بيستخدم في ايه؟ ده بيستخدم انك تعرف ازاي تديباج الكود بشكل او باخر يعني. طب موجود في حاجه تانيه مثلا؟ مثلا موجود حاجه اسمها الجافا دوكيومنتيشن مثلا، الجافا دوك. الحاجات دي كلها نعرفها بالتفصيل. عايز اوصل لك فكره يعني ايه جافا ديفلوبمنت كيت، او يعني ايه الصندوق ده في ايه؟ في الجافا، في الجافا لانجوج، او في لغه البرمجه نفسها. فمن ضمن الحاجات اللي موجوده فيها حاجه اسمها جافا فيرتشوال ماشين، هي دي اللي مسؤوله عن زي ما تقول كده تحويل البايت كود ده لانسب حاجه ترن على الماشين اللي انت بترن عليها الكود بتاعك ده دلوقتي. مش فاهم حاجه. يعني لو انت خدت الكود بتاعك ده
لو انت خدت الكود بتاعك دلوقتي كده وعملت له ران على ماشين تانية خالص وليكن شغالة مثلا بلينكس، هل هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ هيشتغل. ليه هيشتغل؟ لان عند مرحلة البايت كود ده الجافا فيرتشوال ماشين بتحوله لحاجة يفهمها الماشين اللي انت بترن عليها الابليكيشن بتاعك دلوقتي. يبقى ده عكس السي بلس بلس خالص بقى، ان السي بلس بلس بترن على حاجة واحدة بس، لو رنتها مش هترن غير على السيستم اللي انت رنت عليها بس. ايه دي الفكرة؟ مفيش فيها حاجة اسمها الجافا فيرتشوال ماشين دي. ممكن انت بقى تقرا التفاصيل دي عشان ما نطولش اكتر من كده، ان غالبا الفيديو طول، بس ممكن انت تقرا التفاصيل دي نفسها، يعني تقرا بقى الحاجات دي كلها، هتلاقي الموضوع بيدور كله في الجزء ده. تمام. طيب ثالث مرحله في 3 اللي هي لودنج بروجرام انتو ميموري. دي بقى اللي انت عارفه من زمان قوي بقى، يعني لو جينا اتكلمنا فيه كده، انت لما بتدوس مثلا هنا دبل كليك على ده، ايه اللي بيحصل؟ بيروح ده مايكروسوفت وورد، بيروح فين عشان يشتغل؟ بيروح الميموري الاول، يحجز له مكان فاضي في الميموري، بعد كده يرجع لك الابلكيشن بتاعك تاني، ولازم كل حاجه تشتغل في الرام، صح كده؟ وده برضو لما فتحناه من شويه النت بينز، ما هو راح لقى مكان فاضي في الرام، اللي هو التاسك مانجر اللي احنا بنفتحه لما الكمبيوتر بتاعنا بيهنج يعني. مش التاسك مانجر ده بنتكلم فيها، بنشوف الميموري يوزج دلوقتي، الميموري اللي مستخدمه قد ايه، ايه المستخدم ميموري. انا يعني مثلا بيقول لي ان يوز مثلا 3.1 من 10 جيجا بايت، ده المستخدم. ليه مستخدم 3.1 من 10 جيجا بايت؟ لان فيه كذا حاجه مفتوحه من ضمنهم النيت بينز تحت، ده مثلا واخد ميموري 528 ميجا، يعني واخد مساحه من ميموري عشان يشتغل ويرن فيها. فايه دي الفكره بالظبط؟ فهنا لما قال لك حته ان انا بلود البروجرام في الميموري، لما اجي ارن الكود بتاعي عشان يشتغل لازم يروح في الميموري يشوف مساحه فاضيه يشغل فيها، اللي هي كام بايت صغير على حسب الكود اللي انت كاتبه، مش حاجه كبيره، بس لازم يروح يشوف مكان في الميموري فاضي. تمام. طيب وايه الجافا فيرتشوال ماشين؟ بيستخدم حاجه اسمها كلاس لودر. شايف حتى الكتاب حتى هيسهل لك الموضوع. ليه انا ليه دايما اخترت الكتاب ده؟ ان الكتاب ده بيبدا معاك من الصفر تحت الصفر خالص، بيعتبر انك مش فاهم حاجه خالص، ودي ميزه حلوه جدا. لو خدت بالك ان دايما الحاجات اللي هي كي ووردز او حاجات جديده هتلاقي ان هو ملونها لك بلون كده، يقول لك ان ده كده حاجه مهمه افهمها. تمام. مش هقول يعني كلاس لودر، ان دي حاجه ادفانسد جدا، دي حاجه مش عليك يعني. طيب البايت كود فيريفيكيشن، دي المرحله ان الجافا فيها بتتاكد ان الكود اللي انت كاتبه ده صح، او الكود اللي انت كاتبه ده ما فيش فيه اي سكيورتي بروبلمز، او ما يكونش بايظ في اي شكل من الاشكال. تفاصيل برضو مش عليك قوي، بس دي برضو من ضمن المراحل اللي بتحصل. اخر مرحله خالص اللي هي الاكسكيوشن، او ان انا برن بقى البروجرام، او البروجرام نفسه بيشتغل يعني. بيظهر في حاجه اسمها جاست ان تايم كومبايلر، او جاست ان تايم كومبايليشن. دي حاجه مهمه جدا، هقول في الاخر المفروض تعمل ايه، او المفروض الموضوع ده بالنسبه لك يمشي ازاي. طيب التست دريفن ده مش قصتنا برضو، دي بقى حاجات برضو مش علينا كده. على فكره خلاص يعتبر الشابتر خلص على خير يعني. دي مقدمه مش موضوعنا برضو، اللي هي الانترنت يعني نتورك، يعني ايه وورلد وايد ويب، يعني ويب سيرفيسز، الحاجات دي ممكن محتاجش انك تقراها، مش هتحتاجها دلوقتي في حاجه يعني. هنا بقى السوفت وير تكنولوجيز اللي احنا هنتكلم عنها في الاخر خالص، اللي هي السوفت وير انجينيرنج. يعني ايه سوفت وير انجينيرنج؟ هنشرحها في التفصيل الممل. يعني ايه اجايل سوفت وير ديفلوبمنت؟ يعني ايه ريفاكتورنج؟ يعني ايه ديزاين باترنز؟ دي بقى قصه ثانيه خالص. يعني ايه اللامب ده؟ ده بقى هنتكلم فيه بتفصيل خالص. هنعرف الحاجات دي كلها. هنا بقى الكتاب ميزته ان هو بيحط لك اساسات صح، بيحط لك حاجات صح. طيب اخر حاجه بقى قبل ما نخلص، ليه انا بقى ما اشتغلتش من الكتاب اللي اسمه كور جافا ده؟ يعني ليه ما خدناهوش كمين ريفرنس؟ مع ان الكتاب ده برضه عظيم جدا، الكتاب ده بقى فيه قصص رهيبه يعني هتعجبك قوي قوي يعني. وطبعا طول ما احنا شغالين هنا اقول لك، احنا مثلا لو خدنا الشابتر ده اللي هو شابتر 19 اللي هو سيرشنج اند سورتنج، تمام، او الريكيرجن بالجافا، او الجينيريك كوليكشن، او اي شابتر من دول، هقول لك ان هو موجود مثلا في الكتاب كور جافا مثلا في المكان الفلاني، خش اقراه من هناك برضو، فانت تبقى انت وسعت مداركك وعرفت انت تشتغل منين بالظبط، او عرفت انت ممكن تجيب معلومات تانية منين.
هي دي الريفرنس. في كتاب برضو اللي هو الجافا كومبليت ريفرنس، ده الدوكيومنتيشن الاصلي بتاع اوراكل اللي نازل للجافا نفسها، فده بقى اللي هو الاب الروحي لكل دول. هو مش شارح بتفاصيل، يعني مش شارح لك الجافا هاو تو بروجرام، هو شارح، هو شارح شارح بيقول لك الموضوع بيجي ازاي وكل حاجه بتمشي ازاي. لكن الكومبليت ريفرنس هنا هو بيقول لك كل الفانكشنز الموجوده هناك عباره عن ايه او بتعمل ايه. فده مش هتلاقيه يعني ده مش هتحس ان هو يعجبك قوي اكتر من الجافا هاو تو بروجرام، ده ممكن يعجبك انك في الاول خالص عايز تبدا من الاول. لكن ده كومبليت ريفرنس من اسمه، الريفرنس الكامل للجافا ستاندرد اديشن، وحتى في شويه جافا اي اي كده كمان في الاخر. فهي بقى دي الفكره، دلوقتي انت بقى معاك الكتب كلها، لما تحتاج تبص على حاجه هتفتح كل كتاب وتحاول توسع مداركك. من ضمن الكتب اللي هتبقى كريفرنس تاني لينا وضمن الكتب القويه جدا اللي هو البيج جافا. البيج جافا ده من احسن الكتب اللي ممكن برضو تشتغل بيها، يعني كتب، يعني كتاب انا بعتبره بصراحه عظيم جدا. ثانية واحدة، انه شكله بيرخم شوية يعني. طب ايه في ده، مش عايزينه خالص. ده كتاب جميل جدا برضو، جدا 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 جدا، يعني حط جدا الى ما لا نهاية. ده كتاب برضو انا بعتبره ان هو شبه جافا اوت بروجرام بشكل كبير، بس الجافا اوت بروجرام يعني حتى هو واخد ريتنج اعلى بكتير جدا من الناس في كل المواقع اللي ممكن تشتري منها الكتاب طبعا. بس فيعني ممكن ده يبقى تاني ريفرنس ليك، انت لو ما فهمتش من جافا اوت بروجرام او ما فهمتش من اللي مني بعد ما هشرح باذن الله، ممكن بقى تروح لكتاب من الكتابين دولت. ساعتها انت هتكون لميت كل الدنيا وتكون لميت كل الحاجات اللي ممكن تتخيلها في الدنيا. بس كده. المشكله بقى اللي بتقابل ناس كتيره جدا 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 لازم نقول عليها برضو، الانجليش. انا عارف ان دي مشكله ناس كتيره جدا بتقابل، ناس ما بتكونش عارفه تقرا كويس، بتتعب في القرايه، بتتعب في تركيب الكلمات ما بين بعضها، بتتعب في انك تخرج معلومه بالانجليش. دي مشكله انا عارف، لكن كل مشكله ليها حل، يعني كل مشكله ليها حل. الشابتر ده مثلا ده شابتر 30 صفحه، مش هتقراهم كلهم لان في حاجات ملهاش لازمه ممكن تقراها فيها، صح كده؟ طب هتحل مشكله الانجليزي ده ازاي؟ بمنتهى البساطه جدا، بالتعود. يعني ايه؟ يعني الكتاب اللي كاتبه واحد او حتى لو 3 4 10 كاتبينه، المهم ان الشابتر الاولاني صيغته في كتابه الكلمات زي الشابتر رقم 25، مش هيفرق حاجه. فانت لما تعود نفسك او تعبت شويه في شابتر واحد واثنين، خلاص انت هتبقى فاهم الكلام ازاي ماشي في بقيه الشابتر الثانيين. والانجليش على فكره الكلمات المستخدمه فيه كلمات بسيطه جدا، هتلاقي الحاجات الجديده عليك هي مصطلحات الجافا نفسها، مش مصطلحات مش مصطلحات الكتاب نفسه او الانجليش المستخدم. انجليش ما بيتعملش بيه حاجه، او انجليش يعني صعب وبتاع، الحاجات بسيطه جدا والكلمات بسيطه جدا، محتاجه بس منك تعود، محتاجه منك انك تكون ناوي انك تكمل للاخر. وباذن الله نقدر نعمل حاجه في خلال الثلاث شهور دولت. انا اسف ان انا طولت، طبعا ما فيش فيديو في الدنيا هيكمل الساعه دي خالص، او بالكتير جدا هيكون 10 دقائق او ربع ساعه، هنشرح الكونسبت الرئيسي وهقول لك تذاكر الكتاب، تذاكر من الكتاب منين. وباذن الله ربنا يقدرنا ان شاء الله بامين، ونحاول نوصل معلومه. شكرا جدا وهمتك معايا.